Do you have the papers? Not yet. The Post. تخيلوا لما تجتمع ميريل ستريب وتوم هانكس وكمان معهم ستيف سبيلبرغ. كيف حيكون الموضوع؟ أكيد بجنن. فهالفيلم عم بتناول معركة الصحافة ضد السلطة بإطار كتير كبير من التشويق، وبتوقع أحداثه في أوائل السبعينيات وتحديداً في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، لما نشرت جريدة الواشنطن بوست وثائق خاصة بالبنتاغون وبتتعلق بتورط حكومة الولايات المتحدة في حرب فيتنام، وحقق أكثر من 198 من رقم كبير مش عارف أنطقه، وحقق أكثر من 179 مليون دولار. تخيلوا احنا نحقق 179 مليون دولار في الفيديو هذا، مش عارف بالكذب.